كاميرا هذا البرنامج توجهت إلى أرض الجزيرتين وسجلت في هذا التقرير الحصري مخاوف هذا الجيل. والله بحب مهنة الصيد ذي عشان حرية. بدأت مهنة الصيد يعني على حد ما افتكر في الدنيا يعني وأنا صغير خالص. أول ما طلعت على الحياة طلعت على الصيد على طول. كمهنة تورثت عن الأب والأب ورثت عن الجد. وهي ذي المهنة اللي عايشين عليها، متعودين عليها. ذي عمره كله فيها أنا عايش في الجزيرة ذي. نروح وبنصطاد فيها وبنسترزق منها دائما يعني احنا. دي تبقى صعبة خالص لو حد حط يده عليها. تيران عشرة وفي اصحاب كانوا معاك بيروحوا تيران ودلوقتي ربنا افتكره ومات الله يرحمه. وفي ناس يعني في ناس كبار ابوك وناس وخوالك وعمامك وناس كثير راحوا تيران. لما تروح تيران تفتكرهم الناس دي يعني مش اكل وشرب ورزق وفلوس بس، لا عشان الارض. وبالنسبه لتاثيرها يبقى تاثير جامد كشخصيا، انا هيبقى عليه تاثير نفسي وتاثير مادي. لو الجزر بقت سعوديه اخسر ارض واخسر يعني اخسر تيران دي حاجه كبيره بالنسبه لنا مش حاجه صغيره. اولا ارضي عشت عليها وتربيت عليها وبقيت راجل من خيرها. تيران هو مرب السمك ويعني معقل رئيسي بالنسبة للسمك بالنسبة للخليج العقبة عموما يعني، وهو أهم مكان في الأسماك وجميع أنواعها. تيران بالنسبة لنا أرض وعزيزة علينا خالص.